السلام عليكم. مشكال النصوص العربية هو أحد المواقع اللي بيساعدنا أنه نشكل النص مباشرة، سهل الاستخدام ومتوافق مع البرامج الناطقة للمكفوفين. أنا فتت على الموقع، خلونا نتصفح شو في بقلبه ونعمل تجربة عملية سريعة. مشكال تشكيل الرئيسية، مشكال تشكيل النصوص العربية، تمت زيارتها، رابط، صورة، نافيجيشن، معالم الرئيسية، رابط، توثيق، رابط، تحميل، رابط، مشاريع، رابط، اتصل بنا، أدوات، رابط، خيارات، رابط، الثعلب يأكل الدجاج، حقل نص متعدد الأسطر. هون بس يقول لي حقل النص متعدد الأسطر وعطي مثل الجملة الافتراضية. End of text. Insertion point at start. Insertion point at end. Space. الدجاج النقطة. الدجاج النقطة. هلا ممكن نحن نمحي هذا الشيء المكتوب ونكتب شيء تاني، وممكن نخليه كهي، يعني هذه الجملة مثل ما هي. حركة الأعراب. حركة التشكيل. حقل نص متعدد الأسطر. الثعلب يأكل الدجاج. نضغط على تشكيل. Start of text. الثعلب تشكيل. تشكيل. الثعلب يأكل الدجاج. لاحظتوا كيف صارت اللفظ غير لأنه تشكل. حركة الأعراب. نسخ. زر. نضغط على نسخ. نسخ. هيك بنكون نسخنا النص المشكل، بنقدر نروح لوين ما بدنا ونسوي له لصق. ما تنسوا تشاركوا الفيديو وتشتركوا عنا بالقناة.